الحقيقه يعني اكله اكله زي دي لازم تتصور. تمام اكله دي شغلانه الدولمه. احنا معانا احنا دلوقتي في دايك مستشفى دايك ومعانا احلى دكتورات من كردستان. قدمي نفسك دكتوره مين؟ يا عيني على دكتورة غادة. هيرو ما بلاش الرقة زيادة على زوم دي، في مصريين بيتفرجوا عليكي ممكن يجي لهم مشكلة. ها ما حدش هيفهم برجين دي يعني ايه. نائلة ده اسم يتفهم، ده ده اسم يتفهم. الدكتورة ريحان ما شاء الله نغم في حياتي يا اختي، بلاش دلع زيادة على زوم والنبي احسن. ودكتورتنا اللي قايمة بالتخدير النهاردة ليلى، ودكتور التخدير الجميل اللي احنا ما بنصورش رجالة بس هنطلعك استثنائي النهاردة. اهلا بيكم. طيب قولوا لنا ايه الاكلة دي بس عشان اصحابي في مصر يعرفوا. دولمة. ايه ده؟ دولمة. دولمة هيرو دي تتاكل كده. وده ايه ده؟ ده سمك بس سمك. التركي يسموه يفرغ. طب بس قبل ما نشتغل الحلقه اللي فاتت كانت حلوه ولا لا؟ حلوه قوي. كانت حلقه ايه؟ اوسم اوسم اوسم. ايه رايك يا نغم في السبت؟ روعه روعه. النبي انتوا اللي روعه. يلا بالهنا والشفا بقى، اغرفي لي طبقي فورا. بيفور جيرلز مين ده؟ محدش هيصدق، محدش هيصدق ان دول كانوا ده كله يعني، مش ممكن. ايه يا بنات ده؟ تحبوا تقولوا ايه لاهل مصر بقى؟ احمر واخضر و ده عالم رويال. اه وبعدين بسم الله ما شاء الله انت قمتوا بكل الحله يعني. ايه يا دكتوره نغم ده؟ ده احنا ما عندناش كلام. وايه اللي في ايدك ده؟ دي بقيه السمكه؟ بسم الله ما شاء الله. طب انا والشيف الحقيقه انا جاي هنا اشتغل ولا اتفرج عليكم انتوا بتاكلوا؟ يلا الحله بدها جاهزه؟ يلا بينا.